الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في تفسير سورة يونس عليه السلام، حيث ذكرنا فيما مضى ما يتعلق ببداية هذه السورة وذكر شيء من الآيات الكونية التي يقر بها الجميع أنها منسوبة إلى الله، وأن الله هو الذي قدرها وخلقها وفعلها، مما يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا. وبعد ذلك تطرق الله جل وعلا لتقسيمات للناس فيما يتعلق بإيمانهم أو في موقفهم تجاه ما يصيبهم أو في ما يتعلق بوقوع الهلاك أو النجاة بالنسبة لهم. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نقرأ عدداً من الآيات التي في هذا الباب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر جعلنا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقسم الله جل وعلا العباد بالنسبة للوحي الذي جاء
يطالبهم بالإيمان بالله والإيمان بالآخرة والاستعداد لها إلى قسمين، فقسم غاية مقاصدهم وأعلى أهدافهم في الدنيا، كأنهم لا يرون إلا ما تحت أقدامهم في هذه الدار، وبالتالي لا يستعدون للدار الباقية أبد الآباد التي فيها السعادة الحقيقية الدائمة أو الهلاك والشقاء العظيم. فهذا صنف لا يرجون لقاءنا، يعني لا يكون من نياتهم ولا من مقاصدهم الاستعداد ليوم القيامة، فغاية مقاصدهم الدنيا ولا ينظرون للآخرة، ومن ثم هم لا يطمعون في دخول الجنة ولا في نجاة من النار، لأن الآخرة أصلا لا تأتي لهم على بال. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا غاية مقاصدهم الدنيا فلها يعملون، ومن أجلها يقدمون على ما يقدمون عليه، وحينئذ لا يكون لهم في الآخرة مقصد. واطمأنوا بها، أي فرحوا بما جاءهم في الدنيا، وظنوا أنهم لما كسبوا أمور الدنيا أنهم قد نالوا أعلى درجات الفوز، ومن ثم لم يكن لديهم تجاه الآيات القرآنية والبراهين العقلية التي اشتملت عليها نصوص الكتاب إلا الغفلة والإعراض وعدم التفكر فيها والتأمل لمعانيها، وحينئذ سيكون يوم القيامة مأواهم ومآلهم ومصيرهم إلى نار جهنم أعاذكم الله منها. فأولئك مأواهم، أي المكان الذي يأوون إليه ويستقرون فيه، هو نار جهنم. لما؟ بسبب ما كانوا يؤدونه من أعمال وما يعتقدونه من اعتقادات فاسدة، لأنهم لم يستعدوا للآخرة وكانت مقاصدهم دنيوية. وفي مقابل هؤلاء صنف آخر استعدوا للآخرة وقدموا لها ما ينتفعون به في تلك الدار من الإيمان الذي يشتمل على الاعتقادات الجازمة وعلى الأفعال المتتابعة وعلى الأقوال المرضية من عند رب العزة والجلال، واستمروا في أداء الأعمال الصالحات، فهؤلاء يوفقهم الله لأن يهتدوا للطريق الحق الذي ينجيهم من نار جهنم ويجعلهم يفوزون بجنان الخلد. ولذا قال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يتفضل الله عليهم بأن يجعلهم يسلكون الطريق المستقيم بفضل الله بسبب ما عندهم من الإيمان، ولذا يتكون لهم النجاة يوم القيامة، فيجعلهم الله في جنان الخلد تجري من تحتهم الأنهار، أي أن أنهار المياه والألبان والعسل والخمر تكون تحت أقدامهم في جنان الخلد. وقوله في جنات النعيم، أي في مواطن الهناء والنعيم، تلكم المواطن التي فيها أشجار كثيرة وبنيان متعدد يغطي بعضه بعضا بكثرة ما فيه من أمور مخلوقة لله تعالى،
ماذا يفعلون في تلك الدار وما هي أقوالهم؟ قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني أنهم دائما ينزهون الله جل وعلا، وذلك أنهم يتذكرون ما يكون من شأن الكافرين في الدنيا من التكذيب بوعد الله ومن الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والتكذيب بخبر الله جل وعلا، ومن ثم ينزهونه سبحانه ويسبحونه من المقالات السيئة والظنون الفاسدة. فدعواهم فيها سبحانك اللهم، وذلك أن أهل الجنة يتلذذون بذكر الله فتطمئن به قلوبهم وتنبسط إليه أفئدتهم، فيكونون بذلك سعداء بإكثارهم من ذكر الله جل وعلا. ثم هم في تلك الدار يتلاقون تلاقي الأحبة، ومن ثم يحيي بعضهم بعضا ويتلقى بعضهم بعضا بالبشر والسرور، ويلقون إليهم التحية التي هي تحية أهل الجنة السلام، فيسلم بعضهم على بعض. وآخر دعواهم أي يختمون مجالسهم ويختمون أوقاتهم بحمد الله رب العالمين، فهم يحمدون الله ويذكرونه بالصفات الجميلة الجليلة التي هو أهل لها جل وعلا، ويتذكرون كيف كان يتولى تربية جميع المخلوقات في الدنيا. ولذا قال رب العالمين أي جميع العوالم في الدنيا الله قد رباها، وبالتالي يستشعر أهل الجنة فضل الله على الخلق في ذلكم المقام. ثم يذكر الله جل وعلا العباد بقدرته على إنزال العقوبة بهم، وأنه لو عاملهم بحسب أعمالهم لا أهلكهم ونزلت بهم العقوبة التي تبادرهم وتستأصلهم ولا تترك شيئا من أحوالهم. ولذا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو أن الله جل وعلا يبادر الناس بحسابهم على أعمالهم ويعاقبهم بما يؤدونه من المعاصي والمخالفات لأدى ذلك إلى سرعة إهلاكهم، كما أنهم يستعجلون الأمور الدنيوية التي ينعمون بها في الدنيا بألسنتهم، فإن فعلهم يقتضي نزول الشر والهلاك والسوء بهم. ولذا لو عملهم الله بمقتضى أعمالهم لقضي إليهم أجلهم فيهلكون في لحظة واحدة، وحينئذ يترك الله العباد شيئا من الوقت لعلهم يرجعون، لعله أن يكون سببا في استجابتهم للحق. ولكن الحال أن الناس يبقون على غيهم ويستمرون في طغيانهم، فيظنون أن ما ينزله الله عليهم من الخير وما يؤخره عنهم من الهلاك والشر لمزية فيهم ولصحة طريقتهم، وبالتالي يبقون على الضلال. ولذا قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي نترك هؤلاء الذين لا يستعدون للآخرة ولا ينونها بأعمالهم في طغيانهم، أي في تجاوزهم للحد المشروع
وإسرافهم فيه يعمهون، أي لا يهتدون للحق ولا يصلون إليه. ثم قال مبينا طبيعة الإنسان بأنه إن مسه الخير ظن أن ذلك من عند نفسه ففرح وبطر وأشر وتكبر على عباد الله واستمر في معاصيه، وإن أصابه شيء مما لا يرضاه ولا يقبله ولا يحبه وجدته عائدا إلى الله يدعوه متضرعا بين يديه، فبمجرد زوال ذلك المكروه يعود إلى حاله السابق وينسى ما كان يفعله في حال الضراء. ولذا قال وإذا مس الإنسان، والمس لمس يسير، فقال إذا مس الإنسان الضر، أي جاءه شيء من المضرة في دنياه، حينئذ تجده متوجها إلى الله يدعوه ويسأله ويتضرع بين يديه على جميع أحواله وفي كل أوقاته، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ففي كل أحواله يدعو الله جل وعلا بإزالة ما وقع به من الضر. فلما كشف رب العزة والجلال عنه ذلك الضر ونزع عنه ضره، حينئذ مر، أي تناسى ما كان يدعوه سابقا، كأن لم يدعو الله إلى كشف الضر الذي وقع به. وهذا من تزيين الشيطان لنفوس بني آدم، حيث يزين لهم جحد نعم الله ويزين لهم نسبة نعم الله إلى أنفسهم، ويزين لهم مخالفة الطريق والصراط المستقيم. ولذا قال كذلك زين للمسرفين، أي الذين يتجاوزون الحد المشروع ما كانوا يعملون، أي ما يستمرون عليه من الأعمال السيئة والمعاصي العظيمة والمخالفات من شرك وبدع وغيرها مما يخالف شرع الله. ثم نبه الله جل وعلا إلى أمر يجعل العباد يعقلون، ألا وهو أن الله قادر على إهلاك الخلق، وقد أهلك أمما سابقة كان لها من القوة والجبروت والإمكانات الشيء العظيم. ولذا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فهلاك القرون السابقة ونزول العقوبات التي أخذت الأمة كلها نتيجة أنهم ظلموا بشركهم ومخالفتهم لمنهج الله، مع أنهم قد قامت عليهم الحجة حيث أرسل الله إليهم الرسل والأنبياء بالدلائل والحجج والبراهين المقنعة، ولكنهم ما كانوا ليؤمنوا لأن الله قد قدر عليهم نزول العذاب، وبالتالي سيستمرون في غيهم يعمهون. قال تعالى كذلك، أي بهذا الإهلاك وكما أهلكنا الأمم السابقة، نجزي القوم المجرمين ممن يأتي بعد أولئك الأقوام ويسير على طريقتهم في الظلم ومخالفة شرع الله وتكذيب أنبياء الله. ثم خاطبكم يا من بقيتم بعد تلك الأمم، فقال جل وعلا ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي جعلكم الله تأتون بعد من قبلكم وتخلفون الزمان الذي سبق وذهب كله، وخلفتموهم على هذه الأرض فبقيتم فيها أحياء
تعمرونها لما؟ من أجل أن ينظر الله فيكم هل مقاصدكم أخروية كالصنف الأول الذين لا يرجون لقاء الله، أو أن مقاصدكم أخروية، وهل تستجيبون لشرع الله وتقومون بعبوديته وحده، أو تصرفون عباداتكم لغير الله؟ هل أنتم ممن قدم الدنيا على الآخرة، أو أنتم ممن استعد للآخرة وعمل لها؟ فهذه آيات عظيمة فيها حكم وأحكام وفوائد، منها الحذر من أن تكون مقاصد الإنسان للدنيا فقط، ووجوب أن يستعد الإنسان للآخرة، وأن يعلم أنه عما قريب مفارق هذه الدار ومنتقل للدار الآخرة. وفي هذه الآيات عدم رضا، عدم جواز الإنسان بأن يرضى بالحياة الدنيا فقط، بحيث لا يكون من مقصده إلا أن ينالها، سواء بطريق حلال أو بطريق حرام. وفي هذه الآيات وجوب أن يخاف الإنسان من الله، وأن يخشى جل وعلا، ومن ثم يستعد لتقواه. وفي هذه الآيات وجوب تذكر الإنسان وتفكره في آيات الله الشرعية والكونية، ليكون ذلك من أسباب اتعاظه ومعرفته لنفسه، ومعرفته للغاية التي خلق من أجلها. وفي الآيات أن الله جل وعلا عادل، لا ينزل بأحد عقوبة إلا إذا كان من فعله ما يستحق به تلك العقوبة. وفي هذه الآيات تفضل الله على المؤمنين بهدايتهم وإرشادهم لما تحصل به نجاتهم وفوزهم في دنياهم وأخراهم. وفي هذه الآيات أن الإيمان المشتمل على الاعتقاد والقول والعمل من أسباب هداية الإنسان، فأهل الإيمان يزداد إيمانهم بتمسكهم بإيمانهم. وفي هذه الآيات تفضل الله على العباد بما ينعم به عليهم من نعم دنيوية وأخروية، فدخول الجنان مثلا هو بفضل الله عز وجل، وليس ذلك على جهة المقابلة والمجازات لأعمال بني آدم في الدنيا، وإن كان دخول الجنان بسبب تلك الأعمال، لكنه بفضل من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات فضل التسبيح بتنزيه الله عما لا يليق به، سواء كان ذلك تنزيها من الظنون الفاسدة، حيث يظن من يظن أن الله لا يستجيب الدعوات، أو يظن من يظن أن الله لا ينصر أولياءه المؤمنين، أو يظن من يظن أن الإنسان مستغن بنفسه عن ربه، أو نحو ذلك من الظنون الفاسدة. وكذلك يسبح وينزه جل وعلا مما ينسب إليه كذبا وزورا من أحكام لا تصح نسبتها إلى شرع الله ودينه، وينزه من الأوصاف الباطلة. وكذلك في هذه الآيات مشروعية إلقاء السلام عند التلاقي، وأن الأولى أن تكون تحية أهل الإيمان فيما بينهم السلام، كما هي تحية أهل الجنان. وفي هذه الآيات الترغيب في حمد الله على نعمه وشكره جل وعلا، وفيها
تذكير العباد بأن الله جل وعلا هو الذي يربيهم ويتولى شؤونهم ويقوم بحوائجهم. وفي هذه الآيات من الفوائد حلم الله جل وعلا على العباد وتأجيله العقوبات التي يستحقونها لعلهم يعودون إلى الحق ويهتدون بالهدى، فيكون ذلك سبباً من أسباب ارتفاع العذاب عنهم. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يحذر من أسباب الهلاك العائدة إلى فعله. وفي هذه الآيات دلالة على أن ما يصيب العباد من المصائب وأنواع التلف والهلاك إنما هو بأعمالهم وما يجنونه. وفي هذه الآيات أن لله حكمة في استمرار بعض العباد في ضلالهم، يعمهون لا يهتدون ولا يصلون إلى الحق، لتقوم عبادات عديدة بسبب وجود أمثال هؤلاء. وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان في أن يدعو الله جل وعلا لرفع ما يصيبه، ولكن لا يحسن به أن يقتصر في الدعاء على حالة الضراء، بل يدعو الله جل وعلا في جميع أحواله ويعرض حوائجه على ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات جواز أن يدعو الإنسان على كل أحواله، فلا بأس أن يدعو قائما وأن يدعو قاعدا وأن يدعو وهو على جنبه، وأن ذلك لا يتنافى مع الأدب مع الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الضر إنما يرفعه ويكشفه رب العالمين بفضله وإحسانه. وفي هذه الآيات الحذر مما يزين لبعض الناس من أعمال مخالفة للشرع، فيرون أن ما يقدمون عليه حسن وفعل جميل وهو بضد ذلك. ولذلك على الإنسان أن يتخذ النصوص الشرعية كتاباً وسنة ميزاناً للحكم على الأفعال، بحيث لا يزين للعبد فعل يكون مشتملاً على ما يجر إلى غضب الله وسخطه على العبد. وبالتالي يحذر الإنسان من عدوه الشيطان أن يزين له بعض الأعمال وأن يجعلها في نظره حسنة جميلة. وفي هذه الآيات بيان أن هناك أمما كثيرة قد أهلكها الله وأخذها أخذ عزيز مقتدر، وأن ذلك لسبب مع وجود شرط. فأما سبب الهلاك فهو ظلم العباد، وأما الشرط فأن تقوم عليهم الحجة. ولذا قال لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. وفي هذا دلالة على أن حسن الأشياء وقبحها وحسن الأفعال وقبحها إنما هو لصفات ذاتية فيها، وبالتالي وصف أفعال هؤلاء بأنها ظلم ممقوت قبل أن يأتيهم أنبياء الله، مما يدل على أن فعلهم قبيح قبل أن ينزل عليهم الشرع. ولكن العقوبة لا تكون إلا بعد ورود الشرائع وقيام الحجة، كما قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وفي هذه الآية دلالة على هذين المعنيين،
إثبات حسن الأشياء وقبحها لذاتها قبل ورود الشرائع، ثم ترتب العذاب والعقاب حينما يوجد الظلم من العباد بعد أن تقوم عليهم الحجة، كما قال: أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فالظلم أمر قبيح وقبحه قبل نزول الشرائع، وقبل الاستدلال على ذلك بأي دليل، ولكن الله من رحمته بالعباد لا ينزل بهم العقوبة إلا بعد قيام الحجة عليهم. ولذا قال: وجاءتهم رسلهم بالبينات. وبالتالي أهلكهم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن قدر الله غالب، وأن ما قدره جل وعلا لا بد واقع، ومن ذلك هداية من اهتدى وضلال من ضل. ومن ثم لا يحزن الإنسان على ما يقدره الله من ضلال على بعض الخلق أو يعترض على ذلك، فلله حكمته الباهرة. وفي هذه الآيات أن من سار على ذنوب المتقدمين ممن أهلكهم الله فإنه لا يؤمن أن ينزل به هلاك يماثل هلاك الأمم السابقة. وفيه دلالة على أن العقوبات الكونية للمخالفين والمعرضين مستمرة في هذا الكون، وأن سنن الله الكونية التي قدرها بين العباد لا بد واقعة لا محالة. وفي هذه الآيات مخاطبة الموجودين على الأرض وفي الحياة من كل زمان بتذكيرهم بوجوب التزامهم بشرع الله، وتذكيرهم بأنهم قد ينزل بهم العقاب الذي نزل بالأمم السابقة ويلحقهم الهلاك كما لحق الأولين متى كانوا يفعلون مثل أفعالهم. فإن قال قائل: نرى من أمم الشر والسوء ومن يقوم بالجرائم الفظيعة مما تستأنفه القلوب السليمة، ومع ذلك نجدهم ممكنين، فيقال: لله حكم، ومن حكمته أن يؤخر الكافرين كما قال: فمهلهم رويدا. وبالتالي يستشعر الإنسان قوله جل وعلا: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وبالتالي يستشعر الإنسان أيضا قوله تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وفي هذا التأخير للعذاب لهؤلاء فوائد عظيمة، منها أن ينظر الله لأفعال الخلق سواء من الظالمين أو من المظلومين أو من غيرهم، فينظر إلى الظالم هل ينتهي أو يستمر في ظلمه، وينظر إلى المظلوم هل صبر واحتسب، هل سار على مقتضى الشرع أو لا، وينظر إلى غيرهم هل نصروا المظلوم وهل قاموا معه بما يستطيعون، وماذا فعلوا في ذلك كله. فهذه حكمة عظيمة ذكرها الله جل وعلا لإخلاف من خلف في هذه الأرض. وفي هذه الآية دلائل على أن الأصل فيما على الأرض من المنافع أن يباح الانتفاع بها،
هذا من قوله جعلناكم خلائف في الأرض. والخليفة هنا ليس خليفة عن الله، فالله حاضر وهو جل وعلا لا يغيب عنه شيء من أحوال العباد، وإنما المقصود أن الحاضرين يخلفون الجيل الذي سبقهم، ومن بعدنا سيخلفنا في هذه الحياة. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لطاعته ورضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.